صباح الخير. احلى شي وقت تقعدين الصبح وهذا المنظر هيك، ما عدا نقطة الحليب هاي اللي كابتها ثريا. عن جد هاي الراحة النفسية اللي يحجون عنها. هذول ولد المؤدبين، قلت لهم دع صور لا تسوون صوت، يعني هم مؤدبين لهالدرجة. صباح الخير. صباح النور. الثريم جديد دع تتعلم المصطلحات هاي. صباح الخير متابعينا الحلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. جات لكم فيديو جديد بعد زمان، والله يعني اني اشتقت للروتينات هاي، فما بالي الناس اللي متابعتني واللي تحبني وتحب تشوفني وتحب تشاركني تفاصيل حياتي. طبعا من زمان ما صورت لكم هيش فيديو، فقلت لحالي يلا خلينا نرجع على طقوسنا القديمه، لانه من يوم ما فتحت المطعم يمكن ما قدرت اصور روتينات مثل الناس، يعني انه بس قبل رمضان يمكن صورت لي كم فيديو بالبيت وما كنت مستقرة حتى، يعني تخيلي بعد 6-7 أشهر تتركين البيت بس تجين تنامين، وحتى طبخ ما كنت اطبخ بالبيت ولا كنا بس نجي ننام، ترجعين من جديد كأنك انتي غيرتي بيتك، طلعتي من مدينة لمدينة ورجعتي عليها مرة ثانية. عن جد حاسة باستقرار مو طبيعي، لانه فترة ما فتحنا المطعم شوي تشتتنا شوي ضعنا، يعني كأني والولاد وعمر مو بس أنا طبعا، بس قلت لحالي خلص انه تأقلمت مع حياتي الثانية، بس الحمد لله يعني صارت ظروف الحظ ودخلت بشغل ثاني فاضطرتني اترك المطعم، فلازم نرجع. يعني عن جد أني مشتاقة لحالي، مشتاقة لفيديوهاتي أني والله العظيم مو انتم، فخلص راح من اليوم رايح راح نرجع نصور فيديوهات جديدة، بس أهم شيء بدي منكم الدعم، بدي منكم تحطون لأي فيديو تشوفونه أنا طالعة بيه أو عيلتي تحطوا له لايك وتشاهدون الفيديو للأخير، ولو تكرمتم علينا وكتبتم كم تعليق حلوات هيش من داخلكم من قلبكم أكون ممنونة ليكم، الله يسعدكم حبايب قلبي. هذا الفيديو حبيت أشارك بيه روتين صباحي خفيف بسيط، لسه يعني عمر ونايمة فاطم بس محمد وثريا. العصافير صايرات مزعجات لدرجة. يلا خلينا أول شي نسوي قهوة، بعدين نسقس دريعات، بعدين نحكي عن الشغلات يلي راح أسويها. صراحة بي خطط كثير حاططها ببالي، بس ماني عارفه منين بدي أبلش صراحة، يعني اليوم دا يتقطع عندي ضغط ما دا ألحق، بالرغم من إني سكرت المطعم بس سبحان الله يعني هيج الضغوطات وأنا برمص هيج. بس لا على كل حال يا غوالي يا حبايب قلبنا يا حلوين، ما عرفاني صوتي اول ما فيق مش مدري شلون ما يشبه صوتي، راح احقق حلم محمد وثريا واخليهم يصيرون اغنياء. تعالوا يلا قبل ما اسوي القهوه يعني. ها راح اعطيكم مصاري 5 ليرات، كسرت الميزانية. انكسرت الميزانية، هاي 5 ليرات لحمودي، فرحانة، 5 ليرات لثريا، هذن بس نزلون على الشارع روحوا مشترون بيهن، او تحبون بي شغلة زاد انه انا اخبي لكم المصاري تمام؟ نجمع كتير، اخبيكم المصاري عندي وبس تصير عندكم مصاري ترجعوا تعطوني اياهن، وبس تكبروا انا اعطيكم اياهن. ياه عن جد؟ ايه عن جد. طب حنطول لما ما حنكبر. ايه واذا طولتي يصير عندك مصاري كثير، كل ما تصير معك ليره كل ما تصير معك 5 انطيني اياها. يلا هاتي اخبيكم اياهن شطورين، يلا روح. باي باي. باي باي. أنا لليوم أمي كانت تقبل لي مصاري، لا بعد ما تجوزت ما رجعت انطيتها، يعني عرفت إن الخطة فاشلة وما منها نتيجة. على فكرة أنا ماني معودة ولدي أعطيهم مصاري عن جد، بس لا عن جد تعالوا خذوهم يلا. ها عن جد ما أمزح. يلا.
اعطي واحده لك واحده محمد. انا ماني معوده ولدي يعطيهم مصاري لحد الان، ما بي انه هاك هي العشره روح اشتري بيها لحالك وشي، لانه ولدي ما ينزلون على الشارع وما يروحون على الدكاكين والمحلات والماركتات. قال لي يعني انا اروح واشتري لهم. قال لي بالمطعم كانوا ماخذين يعني على السمان، والسمان بلزق المحل كانوا يروحون اقول لهم روحوا تجيبوا مال بدكم اياه، والسمان يسجل ما اعطيهم مصاري. ما اعرف فيها خطوه زينه ولا مو زينه، بس لانه عمر على طول يعني ما يقطع البيت من الاشلات ومن الشغلات الطيبه شغلات الولاد، فاحنا نشتري لهم ونعطيهم احنا، لانه ما يقدرون ينزلون وما يقدرون يروحون يشتروا. هذا الشيء خلى الولد يعتمد على حاله، بس احنا بشوارع تركيا صراحه ما اثق خالص. الحظ مثلا احنا مو هنا طابق سادس لليوم صار لي سنه ونص بالبيت هذا، ما خلت ينزلون جوا لحالهم ابدا، لانه الولد زي ينترك لحاله ما تعرفون شو يصير. فلا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشة. شعور بالعالم أحلى شعور يلي يعني اللي كل ست بيت تحس بهذا الشعور، مشفقين الصبح وتلاقين هذا المنظر الحلو هيك، إنه ما بمج ما بمجلة، لا بمجلة بس إنه ما بجري على المجلة، وإنه تلاقين الصالون مرتب بس اللهم تقومين تسوين فطور تقعدين، استقرار هناء سعادة، عن جد شي حلو. تعرفين يا بنات هاي الزريعة كانت ظلت فترة بطلت تنمو، بطل يطلع ورقها خالص، يعني ظلت فترة يمكن 3 أشهر 4 أشهر بطلت تنمو نهائيا. قمت ايش سويت بعد ما غيرنا ديكور الصالون؟ افرعت 3 ورقة بظرف يمكن اسبوعين، وهذا الشيء ما يصير، يعني ما تنمو الوردة هاي مثلا ورقتين بهذا الوقت، ولا ونموت وحده جديده يعني راح تفتح ما شاء الله. بنات تعرف ان الزريعه تعطي طاقه ايجابيه بالبيت، والله مجرد النظر لها تريح الاعصاب. شوفوا ما شاء الله، هاي الورقه نموت جديد، وهاي بعد ما غيرت المكان تحس حبه المكان هذا اكثر من المكان الثاني. بعد ما غيرنا اضطريت اني احط هاي الماكنتي يعني انه قصادا لحتى تنمو، بس شوفوا هذا نفس هذا باكر يفسخ. بعد ما غيرت المكان حبت المكان كتير بلشت تنمو، يعني ما تحب الضوء زيادة وما تحب المي زيادة، لا كل 10 أيام نعطيها كاسة موي. شوفوا النعناعات، هذا النعناعات من نعناعات الأكل، فقمت أنا ايش سويت؟ حطيتني بكاسة عشان صغار لو تشوفن، حطيتني بكاسة لحتى يطلع جدلهن جذور يعني، باكر وحطهم بتربه لانه كان عندي زريعه وماتت قبل، فباكر احطها بسطل زريعه يطلعن محلاهن ريحتن تجنن بالبيت. نعناع عادي يعني شوفن، وهاي زاد وحده، هاي جتني هديه ما انا اشتريتها لحد الان حتى لافينا مشان ما تتره التراب وشغلات، زاد حلوه شوفن محلاها. الله يعني يعطن طاقه ايجابيه. السحالين نلحى بعد كم ساعة ينمو يفتحن العصريات مثل هاي، كله يصير مثل هاي. تعالوا خلونا نسوي قهوة ولو. طبعا أنا مسوي فنجانين أكثر يعني، لأنه ما أحب فنجان واحد. أنا لما نصور بنصور وحصب قهوة تصير كوارث، فالحمد لله ما صار شيء. شايفات الوردات ذنّا؟ صخيت وشلتن من الوردة من الزريعة ذيك. تاكلوا شوكولاتة؟ اها والله انا عارف راح تصير معي كوارث. كأنه يا جماعة كأنه يعني الوضع مو مناسب خالص، بس يلا معليش زين ظال قلب لحتى صوروا. يا سلام يا سلام. طبعا انا يا دوب اكل شوكولاتايه وحده يعني، ما بس هيك للمنظر يعني. شوف الحركات لك ما حدا يصور من بعد الشرف عن جد. لا عمر فاق وبعد شوي بده فطور وانا قاعده اضبط واسوي حركات عن جد. حاولوا والله
خلينا نشرب قهوتي لانه عمر فاق ونايا فاقت والعيله فاقت. خليت عمر يروح يجيب لي قراض زاد مشان نسوي فطور. هي هاي الريشه ليش نحطها مع قراض القهوه ما فهمت، بس هي يعني حلوه تعطي منظر لائق ما ادري. بالاخير كله ماشي. ثريا تعال قول لي راح اكتشف محمد وثريا اليوم. نعم. طيب الشوكولاتة؟ ايه. الحزنتي بس تكبري تدرسين وتصيرين شغلة كبيرة ان شاء الله، يعني بعد ان شاء الله الله يطول بعمري واشوف هذيك اللحظة. ايش حابة تصيرين؟ رسامة. ما غيرتي رايش لساتش على الرسم؟ راح ترسمي مين اول واحد اول رسمة؟ شنو الرسمة اللي راح ترسميها اول رسمة بحياتك بس تصيري رسامة؟ بنت. بنت؟ مين هاي البنت؟ انتي. انا؟ ليش راح ترسميني طيب؟ هيك عشان اتذكرك. ليش انا وين حروح؟ ممكن اكبر واروح غير مكان. وين تروحين ليش؟ وين ناوية ان شاء الله اذا الله سهل؟ ها؟ تاخذ بيت. ليش تاخذي بيت؟ هيك عيش فيه. تروح تعيش البيت لحالك تتركينا؟ لا اجيكم كل يوم. انت ومين طيب تعيشين؟ ها؟ ما بعرف. راسمة مخططاتها مظبطة الوضع. ماما للأمانة والله يا بنتي راح يصير اللي صار، يعني مثل ما اللي تركت أهلي ورحت انت زاد راح تتركين أهلك. شو؟ بدي قلم عشان أرسم. شو ترسمي؟ أرسم قطة. ماشي. ليش عفت الشنطة بالمحل؟ بابا ما خلاني. دور لها بابا بالمحل وما لقاها. بعرف وين هو بس ما بيعرف. تمام بس نروح بعدين على المحل نجيب قراض نجيبها. تمام روحي. وانت حمودي ايش تحب تصير؟ اشتغل يعني. بس تكبر ايش بدك تصير؟ استدل. ايش تشتغل؟ المطعم. ها؟ مطعم. مطعم؟ ايه بدي اعطون معي مصاري التيلة. ودي يصير عنده مصاري كتير ويفتح مطعم. لسه نشوف ابداعات نايا. باكر نايا تقول لي ماما بدي اصير دكتوره مثل ما انا شنت اقول لامي. اتذكر شنت اقول لامي يعني بدي اصير انسى. للامانه يعني ما نجحت ولا بشغله غير باني اكون ام وراعيه بيت. اصعب شيء كان بالنسبه لي اني اركز واصل لمراحل بالدراسه وما كانت البيئه بيها بنات تدرس وتصل لمراحل، يعني خلص البنت بس وصلت للسادس للسابع توقف انه خلص انت يعني بالنهاية دراستك ما راح تنفعك وراح تتجوزين وراح تتستتين ومثل ما يقولون وما راح جوزك يخليش تشتغلين. فما كان بالقاموس انه البنت تدرس وتكون نفسها. وعلى فكرة يعني فعلا لو اني دارسة كان لحالة ثمان على سنين الدراسة، وخصوصا لو اني دارسة وطالعة من سوريا. الحمد لله على كل حال الله يعين الناس اللي درسهم عن جد، لان واحد ضيع عمره بالدراسة واخر شيء يكتشف انه ما استفاد منها شيء. بعد اكتشف عمر ايش جايب للفطور. يلا الحزاد نقوم نسوي فطور. ابي عندي مشروع بدي اخلصه زاد اخلص منه، لانه الله لما انوي اسوي شيء تطلع لي ألف شغلة عائق. فإن شاء الله الخطط الجاية راح تكون أحلى من اللي راحت كثير. وبالنسبة يعني الواحد لما يجرب شغلة وما يزبط بيها عادي، اليوم إحنا نجرب أكثر من شغلة لنحاول قدر الإمكان نلاقي المكان اللي يريحنا واللي يعطينا حق تعبنا. ثاني بالمطعم والله تعبت كثير، تعبت ما يعلم بيه غير الله. وبالرغم من هذا كله استمريت يلا لبين ما سبحان الله يعني
يعني رب العالمين لما يقول يعطي واحد على قد طاقته فعلا، انا يعني بالفترة الاخيرة كنت اقول انه هاي مو طاقتي، يعني هاي فوق طاقتي بكثير بكثير. مع انه جبت حدا معاي واثنين كنا بالمطعم، بس صار فوق طاقتي وكان مشروع ناجح ناجح كثير. بس للأسف أنا يمكن لو عندي واحدة من خواتي أو أمي أو حدا معاي فرق الوضع كثير، يعني بدي حدا يساعدني يكون يعيش معاي، وأكيد يعني عدا الأم أو الأخت أو هيك، يعني حدا يكون يخصك من دمك ما أقدر، ما عندي ثقة صراحة. يعني كل الناس خير وبركة، بس انه الشيطان شاطر، يعني كل شيء يصير بهالزمن دعا نسمع اشكال والوان. ما اقدر انه ادخل حدا حياتي وبتفاصيلي الداخلية، يعني فطولت عليكم كثير الفيديو، الله يسعدكم حبايب قلبي. حبيت اشارككم هذا الفيديو، لا يعتبر بداية جديدة بحياتي، لا يعتبر داعم لي، لانه انا لما ننزل هيش فيديو اعرفهم انه راح انطلق، يعني هاي البداية على طول، يعني كل ما انزل هيك فيديو يكون هاي البداية. وان شاء الله خير، وان شاء الله ايام سعيدة بالنسبة لي وبالنسبة لكم، وان شاء الله الجاي يكون افضل من اللي راح بكثير، لانه كل ما دعا يروح دعا يكون اسوأ، فاللي دعا يجي لا، اللي دعا يجي دعا يكون اسوأ. المهم يلا كله خير، كله خير من الله، الحمد لله رب العالمين. نعيش حمودي تعالوا نسلم على الكاميرا ونقول لهم باي، نشوفكم على خير، تنقوم نسوي فطور. باي باي. قبل ما نختم الفيديو، قبل ما نقول لكم لا تنسون تحطوا لنا لايك ونحبكم كثير، ولا تنسون على طول تشوفون فيديوهاتنا. راح نسوي تصويت، اكثر حدا راح تكتبون انه انتم تحبونه، يعني مو انتم تحبونا كلياتنا صح، بس اكثر حدا هيش تحسونه حلو والعامة ما دعت تزبط. نضيف؟ كنا نضاف يوم سخمة. نضيف. أكثر حدا تحسون إنه أنتم تحبونه اكتبون اسمه وجواب التعليقات، تمام؟ وهذا أكثر حدا راح نشوف أي اسم جاب أكثر شيء تعليقات راح هو يكون قائد الفيديو المرة الجاية. شلون؟ يعني هو اللي راح نمشي إحنا على كيف؟ إيش بده نحن نسوي؟ إيش ما بده؟ شو يطلب راح ننفذ، زاني ولا محمد؟ زاني ولا محمد او اني ولا ثريا او اني، يعني شبي اني اذا فكره على فكره، يعني ما راح تكتبون اي اسم الا اسمنا. يلا حبايب قلبي لين شو نقول لكم، باي، نشوفكم على خير يا حلوين يا كويسين يا كابر.